السلام عليكم. هذه هي المحاضرة رقم 8 في مادة السيطرة الرقمية والروبوتات لطلبة فرع الهندسة الصناعية في قسم الهندسة الإنتاج والمعادن المرحلة الرابعة. عنوان المحاضرة، وهذه هي المحاضرة الثامنة، هي التصنيع الخلوي. يتألف مخطط التصنيع من نوعان. النوع الأول هو البروسيس فانكشنال لايوت، وهو المخطط التصنيعي الذي يعتمد على تجميع كل المصادر المتاحة لعملية التصنيع سوية. أما النوع الثاني فهو المخطط الخلوي أو مخطط المجموعات، والذي يتم فيه عادة تجميع المصادر المتاحة للإنتاج التي عادة ما تكون متشابهة. ولأن موضوعنا اليوم يتناول كيفية تنفيذ المخططات التصنيع الخلوية، سنتحدث عن الأبجديات الأساسية الأربعة في تنفيذ أو في تطبيق هذا كذا نوع من حديث من مخططات التصنيع. في البداية هو المبدأ الأول هو الجروبينج، وفيه يتم تعريف أي من المكائن التي سيتم وضعها في كل خلية. اثنين هو سيل أو لايوت ديزاين، تصميم الخلية أو تصميم المخطط، وفيه يتم معرفة كيف ستتم ترتيب تلك المكائن في الخلية. النقطة الثالثة هي الجستيفيكيشن، التبرير أو السبب من وراء ذلك، وعادة نحن نحتاج أن نضع أسباب مقنعة لتجميع تلك المكائن سوية. ثم النقطة الأخيرة، وهي التي تتخلص بالهيومن إيشوز أو العناصر البشرية التي تدخل ضمن تصميم الخلية. يتميز مخطط الخلية بما يلي: أنه مخطط يرتكز على تصميم وتصنيع المنتج حصرا. أن المكونات أو القطع التصنيعية التي يفترض أن تخضع العملية التصنيعية في الخلية تقطع مسافات قصيرة بين محطات التصنيع. أنه يمكن أن يوفر عددا قليلا من المواد المراد تشغيلها والتي في حالة انتظار بين محطات العمل. أنه يمكن أن يكون هناك وقت تحضير قصير قبل بدء العملية. أيضا أن وقت الإعدادات يمكن تقليله في مخطط الخلية. كما أن هناك تغييرات قليلة في عملية التصميم التي تحصل للأصناع للأجزاء المراد تجميعها. كما أنه من السهولة بمكان استرجاع تصاميم هندسية قديمة أو عمل تحوير فيها لغرض البدء بإنتاج أجزاء جديدة أخرى تختلف عن السابقة ولكن مشابهة لها من حيث المواصفات. ومن الفوائد الأخرى للمخطط الخلية أو المخطط الجروب الجمعي، هو أنه من السهولة السيطرة على عملية الإنتاج، وأيضا تتوفر هناك إمكانية لخزن العدد موضعيا داخل الخلية. في العادة في مخطط الخلية تكون هناك حاجة لعمالة متعددة المهارات. أيضا هناك استخدام قليل للمصادر الإنتاجية المتاحة نتيجة لتضاعف تلك المصادر. وفي مخطط الخلية يتم التركيز على المجموعة، عادة عمليات التخطيط والسيطرة وتقارير العاملين وأيضا المحاسبة ومحفزات تطوير الأداء. وفي العادة يصاحب تنفيذ مخطط الخلية تنفيذ عدد من الاستراتيجيات التي تسهم في تحسين النوعية والإنتاجية، مثل Just in Time System (JIT)، وكذلك العمل بروح الفريق
وأيضا استخدام تقنيات السيطرة النوعية مثل الـ SBC Statistical Process Control والـ Quality والـ Total Productive Maintenance أو ما تسمى بالـ TBM. وفي مخطط الخلية هناك تأكيد على دور ما يسمى بالـ Worker Empowerment، حيث تكون هناك حاجة ملحة لعامل يمتلك مهارات متعددة لإنجاز عدة أعمال على محطات التصنيع، وهو يكون عامل مؤثر في نجاح عمل الفريق الذي يقوم بالعمل ضمن إطار الخلية، وعادة ما يكون له دور أساسي في عملية صنع القرار. إن مواصفات الناجحة التي تسهم في نجاح المجاميع هي تستند على أن التيم أي الفريق يجب أن يكون معروفا من حيث العدد والمهارات، والمنتجات كذلك يجب أن يتم تحديدها بشكل واضح وصريح. أما الإمكانيات الفاسيليتيز فهي عادة ما تكون مكائن مكرسة لإنجاح العمل ضمن الخلية وكذلك العدد وأدوات المناقلة. أما الهدف فهو إنجاز الأعمال المطلوبة في العملية التصنيعية خلال فترة زمنية معينة. عادة يتراوح حجم الفريق الناجح ضمن مخطط الخلية من 6 إلى 15. سنتحدث الآن على تحليل الخلية. في العادة كيف تتكون هذه الخلية أو كيف تتشكل هذه؟ يتم تشكيل الخلية نتيجة لتقسيم الأقسام كأقسام الخراطة والتفريز والعدد والتشغيل وغيرها والتجميع إلى وحدات صغيرة. هذه الوحدات الصغيرة عادة ما تكون عملية السيطرة والإدارة عليها سهلة بالمقارنة مع الأقسام الكبيرة. إن الهدف عادة من تعيين أو من تخصيص مكائن إلى المجاميع الخلوية هي لتقليل مقدار المواد التي يتم نقلها بين المجاميع، وأيضا هناك اعتبار يؤخذ بنظر دائما وهو أن المكائن الصغيرة غير المكلفة عادة ما يتم إهمالها، وفي العادة يتم تكرارها إن كان هناك ضرورة. يبدأ تشكيل الخلية من خلال إعداد قائمة بالأجزاء التي تحتاج تصنيع على ماكينة معينة. هذه الماكينة المكائن أو الماكينة التي تأخذ أقل عدد من المكائن للتصنيع هي تعد الماكينة الحاكمة أو ما يسمى بالكي ماشين. المجاميع الفرعية التي تم تشكيلها من عدة أجزاء وتحتاج هذه الماكينة إضافة إلى المكائن الأخرى أيضا يتم عملها ضمن مجموعة فرعية. يتم التأكد أو النظر إذا ما كان بالإمكان تقسيم هذه المجموعة الفرعية الناتجة إلى مجاميع فرعية أخرى. إذا كانت هناك ماكينة هناك حاجة لها لتصنيع جزء واحد فقط، فإن هذه الماكينة يطلق عليها الماكينة الاستثنائية، ومن الممكن إزالتها من الخلية من خلال البحث عن بدائل تصنيعية أخرى لتقوم بمهامها. المجاميع الفرعية التي تحتوي على عدد من الكبير من المكائن الشائعة الاستخدام أي المكائن الاعتيادية يمكن دمجها مع بعضها البعض للحصول على حجم ملائم. إن عملية الدمج هذه ستقلل العدد المطلوب من المكائن، وبالتالي يصبح من السهل موازنة الأحمال
على المكائن من حيث جدولة وتخصيص الأجزاء المراد تصنيعها على تلك المكائن. كل جروب أو كل مجموعة يجب أن تجهز بالعدد الكافي من المكائن وكذلك من العاملين لإنتاج الأجزاء التي تم تخصيصها لكي تنتج ضمن هذه المجموعة. هناك طرق عديدة لتشكيل الخلايا، ومن هذه الطرق ما يسمى Visual Inspection أو بين قوسين Eyeballing، اللي هي تعني الفحص البصري أو ما يسمى بمقلة العين أو تحرك مقلة العين. الطريقة الثانية هي تصنيف الأجزاء. الطريقة الثالثة تدفق، طريقة تدفق التحليل المنتج ثم أو تحليل التدفق المنتج ثم التحليل العنقودي. الطريقة الرابعة Cluster Analysis، وكلاستر أناليسيس هذه أيضا تتضمن طريقتان. الطريقة الأولى هي الماتريكس ميثود التي أوجدها كينغسون 1980، ثم سيميلاريتي كوفيشنت ميثود، طرق معامل التشابه. ثم أخيرا هناك طريقة عشوائية هي طريقة إيجاد المخطط بدون خلايا أو بدون تجميع. ولكن يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار أن هذه الطرق المختلفة يمكن أن تعطي إجابات مختلفة، أي يمكن أن تعطي مخططات تصنيع خلوية مختلفة الشكل والتصميم. في الحقيقة النقطة الثانية أنه يمكن أن لا يكون هناك تحليل عنقودي بشكل واضح لتلك الخلايا. النقطة الأخيرة التي يجب الانتباه عنها أنه التصنيع الخلوي هو ليس بالضرورة يكون مناسبا لكل الاختيار. سنتحدث هنا مثال على لوغارتمية الترتيب العقدي التي تعد أحد الطرق الماتريكس المعروفة. في هذه الطريقة أو في هذه الشريحة سنشاهد أن هناك عددا من المكائن هي 4 و6 أجزاء، ومن المراد الآن أنه تصنيف هذه المكائن بحيث يتم تخصيصها لكي تسهم في عملية تصنيع تلك الأجزاء أو الكومبوننت عليها. إذا لاحظنا هذا المخطط الأسفل بالتيبل الجوة أنه يأشر لنا أنه هذه باستخدام هذه الطريقة التي سنشرحها في المثال القادم، قد استخدام هذه الطريقة قد أنتج الآتي: أن الماكينتان الأولى والثانية M1 و M2 خصصتا لإنتاج الأجزاء 2 و4 و6، بينما الماكينتان M3 و M4 تم وضعهما في خلية واحدة وخصصا لإنتاج الأجزاء 1 3 و5. سنتحدث الآن بعجالة أو باختصار حقيقة عن طريقة الترتيب العقدي. طريقة الترتيب العقدي Rank Order Clustering هي أو كلوغارتمية أوجدها كينغسون 1980، وهي لوغارتمية بسيطة تستخدم لتشكيل مجاميع الأجزاء والمكائن. وفي هذه اللوغارتمية تتم الاستناد فيها على تكوين مصفوفة من الصفوف والأعمدة لكل من الماكينة والأجزاء وكما يلي. في الخطوة الأولى ستيب 1 يتم تخصيص رقم ثنائي. هذا الرقم الثنائي يستخدم لحساب أو العفو يتم الستيب 1 يتم تخصيص وزن ثنائي. هذا الوزن الثنائي يتم استخدامه لحساب الوزن العشري لكل من العمود، لكل من الصف والعمود، باستخدام هؤلاء ذني المعادلتين التاليتين: decimal weight for row I و decimal weight for column J. الخطوة الثانية هي إعادة ترتيب الصفوف بشكل تناقصي استناداً إلى القيم الأوزان العشرية.
الخطوة الثالثة هي إعادة الخطوات من واحد إلى اثنين على الأعمدة بدلا من الصفوف. الخطوة الرابعة هي الاستمرار بالخطوات من واحد إلى اثنين وثلاثة حتى الوصول إلى مكان أو موضع بحيث لا يمكن فيه تغيير قيم ضمن المصفوفة أن تكون في ضمن الأعمدة وضمن الصفوف، أي لا يحصل هناك أي تغيير في أماكن القيم هذه. لنأخذ مثلا يتناول هذه اللوغارتمية، هذه لنفترض أن لدينا 8 أجزاء و6 مكائن كما هو واضح في هذا الجدول أدناه، حيث نحتاج أن نشكل مجاميع تضم الأجزاء وكذلك المكائن التي يمكن أن تسهم في صناعة تلك. الخطوة الأولى يتم تخصيص قيم للأعمدة، فمثلا العمود رقم 8 يتم تخصيص قيمة 1، إلى العمود رقم 7 يتم تخصيص قيمة 2، ثم نبدأ بالمضاعفة بحيث العمود رقم 6 يتم تخصيص 4 إلى، ثم وهكذا 8 16 32 صعودا إلى العمود رقم 1 حيث يكون رقمه 128 وهكذا. بناء على ذلك سيستلم الصف الأول أي، وبناء على وجود الأجزاء التي تصنع في هذه الماكينة وهما الجزء 1 والجزء 3 والجزء 2 نقاطا مقدارها 200 والجزء E نقاطا مقدارها 17 وهكذا إلى أن يتم الحصول على القيم النهائية. بناء على القيم المستحصلة من الشريحة السابقة سيتم ترتيب قيم المكائن أو الصفوف كالتالي: احتلت الصف أي المرتبة الأولى نتيجة حصولها على 200، وبالمرتبة الثانية نتيجة حصولها على 200، وهكذا نزولا إلى أن يكون الصف الأخير هو صف F الذي حصل على 17، وبالتالي يكون ترتيب هذه الصفوف هي A B C D E F نزولا. هذه الخطوة رقم 3، في هذه الخطوة رقم 3 ستتم إعادة الخطوة 1 ولكن ستكون للأعمدة من خلال تخصيص قيم لكل عمود من الأسفل، حيث ستكون القيمة العمود الأول 1 وقيمة 2 من الأسفل وهكذا. وستتم الآن reordering يعني إعادة ترتيب الأعمدة بقيم متناقصة من اليسار إلى اليمين، إن الترتيب الجديد بناء على هذه القيم المأخوذة سيكون 1 3 1 2 4 5 6 7 8 كما هو ظاهر في هذا. إن إعادة الخطوات 1 و2 و3 بشكل متكرر ينتج عنه المصفوفة التالية، إن المصفوفة التالية كما تلاحظون أن المكائن A و B قد وضعتا في مجموعة واحدة لإنتاج الأجزاء 3 و1 و2، والمكائن C و D وضعتا أيضا في مجموعة لإنتاج الأجزاء 3 و1 و4 و5 و6، وكذلك بالنسبة للمجموعة الأخيرة التي تضم الماكينتان E و F ووضعتا في مجموعة لإنتاج كل من 7 و8 من الأجزاء. هذا الآن مثال آخر أريد به استخدام هذه اللوغارتمية Rank Order Clustering Technique أو Algorithm لحل مشكلة تخصيص 7 مكائن لغرض إنتاج أجزاء عددها 9 هي A B C D E F G H I. يتم استخدام نفس التكنيك السابق لإعادة تصنيف الصفوف بدءا في هذه المرة
كما نلاحظ، وهذه هي الخطوة الأولى باتجاه الحل باستخدام هذه لوغارتمية الترتيب العقدي. ثم سنتحدث الآن عن الخطوة الثانية والتي تتمثل بإعادة الخطوتين الثانية والثالثة الذين تعرفنا عليهما في الشريحة السابقة لغرض ترتيب الأعمدة. إن الحل النهائي هو كما تلاحظون قد جاءنا من خلال الخطوتين 4 و5، ومن خلاله تمضخ لدينا 3 مجاميع. هذه 3 مجاميع قد خصصت لإنتاج تلك 9 أجزاء، وكما تلاحظون كان هناك المجموعة الأولى لا تضم 1 و5، المكينتان 1 و5، والمكان 7 و4 في مجموعة ثانية، والمكان 3 و6 و2 في مجموعة ثالثة لغرض إنتاج الأجزاء I و C و E. في الختام هناك مثال يفترض فيه 6 أجزاء و9 مكاين كما ترون الآن في هذا الجدول، ويطلب منا الآن إعادة تشكيل هذا من مجاميع لغرض إنتاج تلك الأجزاء 6. شاكر لكم حسن الإلغاء مع التقدير.